السلام عليكم أخوان، أنا أخوكم أحمد بن بغداد، أريد أشتكي وتوصلون صوتنا للعالم وللكاظمي. يقول بنت أختي تزوجت شخص شاب من بغداد الحسينية وظلت عنده 5 سنوات وما خلف منها، وآخر شيء حرقها. زين، واشتكينا بالمركز ومشت الدعوة وراح التشريح الطب العدلي، والبنت قبل الحرق معذبة وشاد رجليها بشال وضاربها 60 برجلها، وأكونا وإحنا ناس على قد الحال وضحكنا، والتقرير الطبي يقول بيها سكتة قلبية وتوفت وليس حرق وتعذيب. زين، الآن أهل الولد دفعوا فلوس المركز والضباط وتلعبوا بالتقرير، وحتى دفعوا فلوس الدكتور والتشريح، الفلوس لعبت دور بالتقرير. وناشدكم بحقنا، واني احمد ناهي سلمان. طوني احمد همام. احمد شلونك؟ السلام عليكم استاذ نجم العزيز، حياك الله. شنو هاي قضية؟ القضية بتختك نجم، هاي قبل شهرين انا خال البنت. انت منين؟ من يا محافظة؟ أنا حاليا بيتي محافظة واسط، والبنية أنا خالها بيت مو ببغداد، أي بالسختي، أي فهاي تزوجت سنة 2015. لما تزوجت أخذت ولد من المعامل صحوا الحسينية شاعورة، أي تزوجت، فظلت عدة هاي الفترة ما خلفت. فلما ما خلفت طيح بيها أحرقها، طاح بيها حرقها، وآثار التعذيب دزيتن أنا كلهن عندكم أستاذ. أي ولما ودوها للمستشفى تلاعبوا بالتقرير، تلاعبوا بالتقرير الطبي أستاذ، والمركز طاحوا بيرشوا يعني بحيث البنية اللي صاير التماس كهرباء وشغلة عادية أستاذ. أي زين، أولا أنتوا البنية من غسلتوها محروقة؟ مطعونة نعم، محروقة ومطعونة سكينة بزرها، يعني حرق بتفحمة، حرق كامل لو شنو؟ نعم حرق كامل. زين، ومضروبة البنية سكينة بزرها، ومشدود ورجليها مشدودات بشال، ورجليها مشدودات بشال. طيب التقرير الطبي شو يقول؟ التقرير الطبي يقول يقول يعني شلون التماس كهرباء وما اعرف شلون العين، يعني بالكتاب انا دزيت الكتاب لكم استاذ. انت تقول التقرير الطبي يقول سكتة قلبية؟ نعم التقرير الطبي، التقرير الطبي يقول سكتة قلبية لو تماس كهربائي، يعني إذا تماس كهربائي البيت احترق. نعم البيت محترق، بس لا مذكور اسم دكتور ولا مذكور اسم دكتورة بالتوقيع، كل شو ما مذكور. يعني شلون يعني هي البنية مشدودة رجليها بشال ومضروبة ومعذبة ومضروبة بسكينة بزرها مضروبة. زين، والأهل الولد، أهل الولد جاي يدفعون فلوس، جاي يدفعون فلوس للمراكز للضباط. دعوتكم بيا مركز؟ دعوتنا مركز حسينية المعامل. زين، الآن الدعوة وين وصلت؟ الدعوة وصلت حاليا هسه عد المركز، ووصلت للقاضي، واتصلت على القاضي رئيس القضاء بالنجف ابو قزوان. ابو قزوان الله يستر عليه قال لي الا اشوف لك عرف. قلت له انا ما عندي غير الله ها الموجود، واليوم الاخت اتصلت فيه غير الله، وانتم بعد انتم توصلوا صوت الكاظمي، يعني تطلعون على التقارير، تطلعون على الصور، تطلعون على مقاطع الفيديو. طلبوا منك رشوه بالمركز والضباط؟ لا. انت شلون تقدر تثبت؟ انت الان نعم. الاتهام مو سولف ونش. انت تقدر تثبت نعم. انه ذول اهل الولد كانوا يدفعون رشاوي؟ تقدر تثبت هذا؟ عندك دليل؟ نعم اثبت 100%.
اثبت الان هم واصلين تريليون بالمية. سيد أي. قائد شرطة بغداد. نعم. السيد وزير الداخلية. انا اليوم نعم. او باكر راح اعرض لكم، راح ادزها للسيد الوزير وادزها الى نعم. قائد شرطة بغداد واريد جواب الاسبوع الجاي. يعني هذه حالات، هذا بلاغ. هسه احنا لا نؤكد نعم. ولا ننفي، لكن نقول هذا نعم. الرجل موجود. زين، هذا الرجل موجود. انت مستعد ان تقول هذا الكلام امام الوزير وامام قائد شرطة بغداد وامام القضاء تثبت هذا؟ مستعد بكل شيء استاذ. الاشخاص الضباط المركز الاحسانية المعامل مرتشين من قبل الولد، هم واهل الولد دافعين الفلوس للضباط ولعبوا بالتقرير. زين. وحتى المستشفى مدينه الطب ماشي. انا وزير الصحه اطلب، وزير الصحه اطلبه واطلب وزير الداخليه. اي انا اشكرك. اريد بجال الله جاتكم هذول اثنيناتهم، يعني طالبهم اني ماشي. انا هذول اريدهم اثنيناتهم اريدهم. انا اشكرك.